عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب. لازلنا مستمرين في دراستنا لسفر الأعمال، وقبل ما نبتدي في أصحنا الغني جدا النهاردة، خليني أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخي يوسف رياض أهلا بيك. أهلا بيك. أخي أيمن يوسف أهلا بيك. أخي مدحت حلمي أهلا بيك. وصلنا لأصحاح جميل وغني ومليان بالشخصيات القوية. أخي يوسف ادينا فكرة عامة وتقسيم لي أصحاح 16. أصحاح 16 نقدر نقول إن العشر آيات الأولى قسم، وبعدين من 11 لآخر الأصحاح قسم تاني، مش متساويين في الطول، لكن فكرته إن في الأعداد الأولى بدأت الرحلة التبشيرية التانية بتاعت الرسول بولس. أفكر المشاهد إن بولس عمل ثلاث رحلات تبشيرية طويلة، قطع فيها حوالي 20,000 كيلومتر في زمن كان الانتقال فيه صعب، لكن دي الرحلة التانية اللي بدايتها تبتدي من أصحاح اللي فات آخر الأعداد. هنا بقى وصل إلى دربة ولسترا، ما فيش حاجة مهمة تذكر غير مكسب لشخص رائع عرف بعد ذلك بأنه تيموساوس اللي اتكتبت له رسالتين، ونقرأ عن تاريخه العطر في العهد الجديد في أكثر من مكان. بعد كده استمروا يجتازوا في المدن، يسلموا القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ في أورشليم، وكانت الكنائس في عدد 5 تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. في الحقيقة تستحق تتبروز الآية دي، كانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لكن بعد كده هنلاقي أن الرحلة كانت متعثرة، فالروح القدس منعهم بأن يتكلموا بالكلمة في مكان، منعهم أنهم يروحوا في مكان آخر، إلى أن أخيرا نتيجة إخلاص الرسولين، أكيد كانوا بيصلوا يمكن بيصوموا، ظهرت رؤية رجل مكدوني قائم يطلب ويقول أعبر إلى مكدونيا وأعنا، وبعدين خرجوا. ده القسم الأولاني. القسم الثاني بدأت الرحلة ولا تذكر زيارات إلا لمدينة فيليبي، بقية الأصحاح كله زيارة الرسولين بولس وسيلة لمدينة فيليبي. وفي هذه الزيارة حدثت ثلاث أشياء جديرة بالالتفات: خلاص أول مؤمنة في كل قارة أوروبا ليدية، ثم خلاص جارية فيها روح عرافة كانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا، وأخيرا خلاص سجان فيليبي حافظ السجن اللي اتسجن في بولس وسيلة. ثلاث صور لنعمة الله التي افتقدت ليدية فخلصتها: الجارية اللي فيها روح عرافة، ثم أيضا حافظ السجن. تيموثاوس اسم يوناني معناه الذي يكرم الله أو المكرم من الله، والأرجح أنه كان من مدينة ليسترا، وقد ولد من أب يوناني وأم يهودية تقية، وآمن على يد الرسول بولس فصار ابناً روحياً له، وقد صار ملازماً للرسول بولس في سفريته ومساعداً بل وشريكاً له في الخدمة. وليس من رفقاء الرسول ومساعديه من تكرر ذكره كتيموثاوس. ومنذ طفوليته كان تيموثاوس يعرف الكتب المقدسة، أي كتب العهد القديم، وكعادة الإسرائيليات التقيات ربته أمه أفنيكي وجدته لوئيس. ولما وصل الرسول بولس إلى ليسترا في رحلته التبشيرية الأولى، تعلمت منه هذه الأسرة التقية الدارسة للكتاب المقدس الحق المختص بالرب يسوع. وفي رحلة الرسول التبشيرية الثانية أخذ تيموثاوس رفيقاً له كمساعد وشريك في الخدمة، ولئلا يثير غضب اليهود عليه في أثناء كرازته لهم ختنه. وفي رحلته التبشيرية الثالثة كان تيموثاوس معه في كرازته في أفسس التي طالت إلى 3 سنوات، وفي أثناء سجن بولس الأول في روما كان تيموثاوس على اتصال تام به وفي رفقته. وعند ترك الرسول بولس أفسس طلب من تيموثاوس أن يبقى فيها
ليحذر الإخوة هناك من المعلمين الكذبة، وفي أثناء وجوده فيها أرسل إليه الرسول رسالته الأولى، أما الرسالة الثانية فقد كتبها قبل استشهاده وهو في سجنه الثاني في روما، وفيها يطلب من تيموثاوس أن يأتي إليه قبل الشتاء، ولا نعلم هل استطاع تيموثاوس أن يصل إلى روميا ليكون مع الرسول قبل تنفيذ الحكم عليه أم لم يستطع. وقد وردت ملاحظة في عبرانيين الأصحاح 13، اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس، ونفهم من هذه العبارة أنه قد ألقي القبض عليه وسجن، ولكنه على العكس مما حدث للرسول بولس قد نجا من الموت وأطلق سراحه. ثم وصل إلى دربا والاسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة، ولكن أباه يوناني. وكان مشهودا له من الإخوة الذين في الاسترا وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يكتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اكتازوا في فيريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكيدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مكيدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكيدوني، متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره. خيما تكلمنا عن الجزء الأولاني اللي هو الأعداد العشرة الأولى، تعالى بس تعليق بسيط على نشأة تيموثاوس وخروجه للخدمة. لكن قبلها يلفت نظري الحقيقة المشجعة دي، أنه في نفس المكان اللي تراجم فيه بولس اللي داء فيه مر العذاب يحصد أروع الثمر، تيموثاوس اللي على الأرجح آمن بالرب خلال الرحلة التبشيرية الأولى لبولس. وفي الأعداد الثانية في عدد 2 و3 بنشوف خروج تيموثاوس للخدمة. إزاي تيموثاوس بدأ الخدمة؟ هو ما اقترحش على بولس ولا قدم طلب ولا أظهر رغبة شخصية أن يكون شريك الخدمة مع بولس، لكن كتاب يقول لنا عن بولس: فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه. المبادرة جت من خادم كبير بيشجع تلميذ للرب مخلص، خادم ناشئ. وإذا تساءلت إيه السبب اللي خلى بولس يتعلق أو يتمسك أو يريد أن يأخذ هذا معه؟ يا ترى يا بولس انت شدك في تيموثاوس الموهبة الفذة اللي عنده، الفصاحة اللي عنده، الإمكانيات الخارقة شدتك؟ يقول لا، لكن السبب مذكور في آية 2: مشهودا له من الإخوة الذين في الاسترا وإيقونية. ودي بتورينا مؤهلات عظيمة جدا، الرب شايفها وليها مصادقة وسط الناس، وأهم بكتير من المواهب والإمكانيات. مشهودا له، كان بيتميز تيموثاوس بحاجة واضحة نعرفها من أماكن أخرى، إن كان عنده إخلاص، نشأ في أسرة لا تعرف الرياء، أسرة مشبعة بالإيمان العديم الرياء، كانوا بيحب الرب من كل القلب، كان عنده فضيلة معروفة إنه من الصغر قريب من الكتاب، منذ الطفولية يعرف الكتب المقدسة،
كان مخلص للرب ولشعب الرب ولشركاء الخدمة. هذه الفضائل مؤهلات أظن أنها تستحق أنها تجذب قلب خادم أمين بيحب الرب، دفعت بولس أنه يختار تيموثاوس أن يكون لي شريك في الخدمة. ومعنى اسم تيموثاوس يعني مقرب من الله، وأعتقد أن الاسم لائق يتناسب مع فضائل الشخصية، اللي بيحب كلمة الله، اللي مخلص للرب، اللي دوافعه مقدسة للخدمة، اللي مشهودا له، اللي بيسلك باستقامة، فعلا ده اللي بينال إكرام من الرب. أنا بشوف وإحنا بنتكلم عن تيموثاوس والروح القدس يقصد أن يقول أنه ابن امرأة يهودية مؤمنة، أنه قد إيه مهم جدا. وإحنا بنتأمل زي ما سمعنا في الفضائل اللي كانت في تيموثاوس، ونشوف كلام الرسول بعد كده عنه أنه كان له مكانة متميزة جدا عنده، يقول لأهل فيليبي تعرفون اختباره أنه كابن مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. وإحنا بنتأمل في ده لازم نعرف أهمية ودور العائلة في تنشئة الأولاد على الإيمان. صحيح أن الأب ما يقدرش يخلي أولاده مؤمنين، صحيح أن الأم ما تقدرش تخلي يعني تزرع الإيمان بالقوة في قلب الأولاد، لكن لما بيتربوا في جو روحي، جو كلمة الله هي الأساس بتاعه، قد إيه الثمر لما بيعرفوا الرب ويقبلوه كمخلص شخصي بيبقى رائع. بنشوف تيموثاوس ضحى كتير من أجل الخدمة، بنشوفه بقى نائب رسول، كل دوت زي ما بيقوله الرسول بولس في الرسالة الثانية لتيموثاوس، إنه بسبب الإيمان اللي سكن أوله في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي. الطريقة اللي بدأت بيها الخدمة في فيليبي اللي بنشوفها في الجزء ده بداية عجيبة جدا، وتؤكد الحقيقة اللي بتتكرر كتير في سفر الأعمال، أن الروح القدس شخص حقيقي حي، هو اللي بيحرك الخدام، مش استحسان الشخص ولا المكان اللي فيه احتياج. العبد الأمين للرب اللي يتحرك في المكان اللي سيده يقول له روح فيه، والروح القدس هنا هو السيد، هو اللي في مكان يقول أنه منعهم أن يتكلموا، وفي مكان تاني لم يدعهم أن يذهبوا، وهو نفسه الروح القدس اللي خلى بولس يشوف رؤية في الليل، يشوف رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونية وأعنا. الحقيقة الرؤية دي، الطريقة المتميزة دي اللي تؤكد أو تلغي أي شك أن الرب دعيهم أن يبشروا في هذه المنطقة. لكن كمان كلمة في الليل دي بشوف فيها حاجة، أنه فعلا المنطقة دي غارقة في الليل الوثنية والسحر والأعمال الشيطانية، هو فعلا راجل في ليل والرؤية في ليل، يقول له أعبر إلينا، إحنا بعاد، إحنا صحيح قريبين من القيصر لكن بعيدون جدا عن الله، وأعنا. بيطلبوا نجدة إلهية من عبودية الشيطان ومن أعمال السحر ومن الحياة الصعبة اللي عايشين فيها في بعدهم عن الله. الكنيسة في فيليبي. في رحلة الرسول بولس الكرازية الثانية غير الرب الكثير من خطط بولس ليرسله إلى فيليبي، إذ ظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونية وأعنا. فأدرك بولس أن عليه أن يعبر إلى مكدونية ليكرز بالإنجيل في قارة أوروبا، وفي غضون أيام كان قد وصل إلى فيليبي. لم يكن في فيليبي مجمع لليهود، ولكن كانت هناك جماعة من النسوة المتعبدات يجتمعن في يوم السبت في مكان خارج المدينة عند نهر. وتكلم الرسول بولس ورفقاؤه إلى أولئك النسوة، ففتح الرب قلب ليديا فآمنت بالرب. وبعد ذلك أخرج الرسول بولس روح العرافة من جارية، مما أدى إلى وضعه وسيلة في السجن الداخلي. ونحو نصف الليل وهما يصليان ويسبحان الله حدثت زلزلة هزت أساسات السجن وفكت قيود السجناء، وقد أدى ذلك لخلاص السجان. وهكذا نمت الكنيسة في فيليبي سريعاً، وقد ارتبط مؤمن فيليبي بالرب وببولس ارتباطاً وثيقاً. وبقراءتنا لرسالة فيليبي يمكننا إدراك مدى تقدير بولس لهذه الكنيسة ومصادقة الروح القدس على ذلك.
وقد زار الرسول بولس فيليبي مرة ثانية، وقد تعرضت الكنيسة هناك لظروف ضيق بسبب إيمانهم، كما أن ظروفهم المادية لم تكن ميسورة، بل يقال عنهم إنهم كانوا في فقر عميق. ومع كل ذلك فقد كانوا أسخياء جدا في عمل الرب، وكانت الكنيسة التي شاركت الرسول بولس في احتياجاته من بداية خدمته وحتى وقت سجنه في روميا، جمعوا من أجل نفقاته، وخاطر واحد منهم بنفسه ليوصل التقدمة. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا. نصل لخلاص أول شخصية خلصت في قارة أوروبا. في الأعداد من 11 ل 15 بنسمع عن اختبار ليدية. أخ يوسف كلمنا عن الجزء ده. في عدد 11: فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة. يمكن كلمة بالاستقامة ديت معناها نحب نفهمها بالاستقامة يعني مع اتجاه الريح، يعني الريح كانت معهم. الروح الذي عطلهم أو منعهم في الأعداد السابقة جعل الريح الآن في خدمتهم، فكانوا يسيرون في اتجاه الريح. لو ما نقارن الآية دي باللي جت في أصحاح 20 عدد 6 نفهم أنهم في رحلة العودة أخذوا 5 أيام، لكن في هذه الرحلة وفي الغد وصلوا إلى نيابوليس، مما يدل على أن الرحلة اللي لما بتبقى الريح مضادة بتاخد 5 أيام أخذت بس يوم واحد، مما يدل على أن روح الله فعلا كان مصادق على اتجاههم إلى أوروبا إلى فيليبي، وكأن روح الله أغلق العمل في آسيا علشان يفتحوا في أوروبا، واستخدم الرسولين هنا علشان يكرزهم بالإنجيل، وخلصت أول إنسان في قارة أوروبا وهي الأخت ليدية. الكتاب يقول لنا أنهم وصلوا إلى فيليبي وهي مدينة، أول مدينة من مقاطعة مكدونية وهي كولونية، فكانت فيليبي كولونية، معنى أن لها امتيازات خاصة من الإمبراطور، بنيت بواسطة الإسكندر الأكبر وسميت على اسم أبو الإسكندر الأكبر في لوبوس المقدوني، وسميت مدينة فيليبي. فأقمنا في هذه المدينة أياما، مع أنه عنده تأكيد زي ما بيقول لنا في آخر آية عدد 10: متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. لكن لما وصل ما اقتحمش العمل، لكن فمكثنا أو فأقمنا في هذه المدينة أياما. عنده ثقة أن الرب بعته، لكنه لم يندفع لكي يخدم وبس. في يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، لكن ما لقاش الراجل المكدوني، لقى ستات، لأنه كنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. وفي زكريا 4:10 يقول: من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. أحيانا نحن لما يعني بولس العظيم ده قاعد مع شوية أخوات قليلين وبيكلم معاهم خارج نهر مدينة فيليبي، يعني هي ده المكدوني الراجل اللي بيقول له أعبر إلى مكدونية وأعنا، تبدو البداية أنها ضعيفة،
لكن من ازدار بيوم الأمور الصغيرة دي كانت نقطة البداية في كل قارة أوروبا اللي ياما طلعت من مرسلين ومن مبشرين ومن كتاب ومن معلمين. يعني أفادت المسيحية على مر الدهور برجال أتقياء لازال التاريخ يذكر حياتهم. كنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا والرب فتح قلب واحدة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا، فكانت تصغي إلى ما يقوله بولس، فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا الرب فتح قلبها، كانت النتيجة إن هي فتحت بيتها. ودايما الرب بيفتح القلب، لكن على الذي فتح الرب قلبه أن يتجاوب مع ذلك ويظهر ثمار الإيمان. أظهرت هذا الثمر الرائع إنها قبلت بولس وسيلة في بيتها. في واحد قال على الأرجح إنه ما كانش فيه يهود كتير في فيليبي، لأنه النصاب القانوني لإقامة مجمع لليهود هو 10 رجال من اليهود من سن 20 سنة فصاعدا. بنلاحظ في سفر الأعمال أغلب الأماكن اللي كان بيروحها بولس كان بيدخل أولا لمجمع اليهود، خصوصا يوم السبت، وبتبقى فيه فرصة أنه يكرز بالإنجيل لليهود. لكن هنا لو ما لقاش يهود ولا لقى مكان للمجمع يعمل إيه؟ نشوف صورة للمبشر الأمين المثابر. هو أكيد في الأيام الكثيرة دي ما كانش نايم، لكن كان كل يوم بيطلب الرب ويقول له: يا رب هيئ النفوس، يا رب ارشدنا للنفوس. ولما كانت النفوس دي واحدة ست أو شوية ستات ما استقلهمش، لأن كل نفس غالية جدا على الرب. الشهادة العظيمة في هذه المدينة العظيمة بدأت بامرأة فتحت قلبها وفتحت بيتها للرب. أنا بشوف كمان أنه المنظر اللي قدامنا منظر رائع جميل، يعني اجتماع على نهر في هدوء، وفي الاجتماع دوت نشوف الليدية الرب بيفتح قلبها وبتقبل الكلمة وبتقبل الرب بمنتهى البساطة والهدوء والجمال، وبتقبل الرسل عندها في بيتها بفرح. وبشوف انه حقيقة انه الإصحاح ده بيورينا نموذج لتعاملات الرب مع أشخاص مختلفين. يعرف الرب يوصل لأي شخصية بالطريقة اللي تناسب الشخصية دي. شفنا تيموساوس ازاي استخدم الرب معرفته بالكتب المقدسة من وهو صغير علشان يعرف الرب ويؤمن بكلام الرسول بولس. لكن ليدية كان يعرف الرب انها هتؤمن لما في جلسة وفي اجتماع. وبعد كده هنشوف السجان ازاي كان محتاج زلزلة علشان يقرب من الانتحار ويقبل الرب. قد ايه الرب يعرف يوصل لكل واحد، قد ايه الرب يقدر بنعمة غنية يعرف السكة اللي كل واحد تناسبه. بس المهم ان الانسان يتجاوب مع عمل الله ومع صوته ومع روحه اللي بيجاهد معاه علشان يأتي به للرب. في آية جت في فيليبي أصحاح 1 بداية الرسالة: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم بسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. إيه أول يوم؟ أهو أول يوم، أهو هو ده أول يوم. إيه شاركوا بالإنجيل إزاي؟ ليدية فتحت بيتها، هذه مشاركة. يعني هي كونها تستضيف بولس وسيلة في بيتها مشاركة في الإنجيل على اللي تقدر تعمله. وأنا بيعجبني إن في مدينة فيليبي أول من آمن كان شخص عاوز يشارك باللي يقدر عليه. كانت النتيجة إن كل اللي جم بعد ليدية شافوا إن الألفة بتاعهم اللي هو ليدية بيشارك في الإنجيل، فهم كمان كل واحد، ما هو كل واحد بيعمل زي الألفة زي المقدام، فلقوا إنه هي بتشارك. طب أنا آمنت نمرة 2 هشارك، وبعد الأخ أيمن آمن نمرة 3 هيشارك، الأخ مدحت كل المؤمنين شاركوا من أول يوم آمنوا بالمسيح كانوا بيشاركوا في الإنجيل. شيء رائع إن إحنا مش بس عاوزين ناخد خبر حلو الإنجيل اللي بيغني ويثري، لكن طب وأنا عملت إيه لتقدم الإنجيل؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لتقدم الإنجيل؟ ولا أنا بس عايز آخد المروي هو أيضا يروى؟ أنا بشوف كمان يا يوسف إنه زي ما حضرتك قلت عملت اللي عندها. رب ما بيطلبش أمور عظيمة، لكن لا. الرسول يشهد عن مشاركتهم في الإنجيل وكأنهم عملوا شيء عظيم، كرزوا، لكن كانت مجرد
معونة، حاجات بسيطة. فكرني بكلام الرب يسوع لما جم يلوموا مريم على إنها سكبت الطيب، لهم اتركوها إنها عملت ما عندها، وقال حيثما يكرز بهذا الإنجيل، يكرز بما فعلته هذه تذكارا له. قد إيه الرب بي 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 بيدي يعني قيمة للي بنقدمه، بس المهم القلب يكون مخلص وبيقدم بمحبة حقيقية. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان، ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما، ومزق الولاة ثيابهما، وأمروا أن يضربا بالعصي. فوضعوا عليهما ضربات كثير، وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي، وضبط أرجلهما في المقطرة. شفنا خلاص شخصية متدينة هادية رقيقة، يعني نقدر نقول شبه أرستقراطية، بس الشخصية اللي وراها على طول شخصية بقى وضعها صعب جدا. يعني واحدة فيها روح عرافة. أخ مدحت تكلمنا عن الأعداد من 16 ل 24 هذه القصة المهمة. زي ما حضرتك قلت، هي بتحكي لنا قصة خلاص جارية بها روح عرافة، يعني الشيطان بيسكنها مسيطر عليها تماما. وكانوا الرسل ذاهبين للصلاة، تبعتهم هذه الجارية وكانت بتصرخ: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. تضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. أنا عندي سؤالين بس بسرعة، يعني روح عرافة يعني إيه؟ يعني روح زي ما بفهم روح الشيطان بيسكن في هذه الإنسانة، ومن خلال سكناه فيها بيخبر عن أشياء ما يقدرش حد يعرفها غيره، لأنه هو روح. طبعا ما بيخبرش عن أشياء مستقبلية، لأنه ما حدش يعرف المستقبل غير الله، لكن لأنه روح ويقدر ينتقل من مكان لمكان بطريقة يعني سهلة وسريعة جدا، يقدر يخبر عن أمور ما يقدرش الإنسان يعرفها. وكانوا مواليها كانوا بيكسبوا من عن طريق انهم يخبروا ناس باشياء ما يعرفوهاش، يعني يخبروا عن مكان حاجه ما حدش يعرفها غيرهم وهكذا. طب الحاجه الثانيه بقى، ايه اللي زعل بولس يعني؟ اللي زعل بولس يعني هي مش بتقول كلام غلط، هؤلاء هم عبيد الله الحي، ده كلام صح، الذين يدون لكم بطريق الخلاص، ده كلام صح. ايه اللي مزعل برضو؟ على قد ما بفهم يا اخ عصام، انه زي ما كان الرب يسوع لا يقبل شهاده من الشيطان، كانوا الرسل والخدام بتوعه لا يقبلوا أي شهادة حتى لو كانت صحيحة من الشيطان. عشان كده تضجر بولس وكأنه بيقول: أنا لا أحتاج منك أي شهادة. وكان بولس كمان بينظر إلى هذه الإنسانة إنها نفس مستعبدة للشيطان، عكس اللي كانوا بيعملوه اللي هم السادة بتوعها، كانت بالنسبة لهم وسيلة من وسائل الرزق، كانوش بينظروا إنها نفس إنسانية معذبة الشيطان مستعبدها وبيسكن فيها. لكن بولس زي سيده كان بيحترم كل نفس إنسانية، وعشان كده خرج منها الشيطان وحررها. لكن بعد كده لما مواليها ابتدوا يحسوا انه مصدر رزقهم راح وانهم هيخسروا اموال كانتش تعني بالنسبة لهم شيء غير انها مصدر للرزق،
قرروا انهم يتسببوا في اذيه لبولس ورفاقه. الزيتونة هنأذيكوا بالظبط، مبدأ العالم. الزيتونة في رزقنا احنا كمان هنأذيكوا. وكانت النتيجة، وده طبعا بإعاز من الشيطان إبليس اللي بيقاوم كل بر، كانت النتيجة انهم قدموهم للولاة، مزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن. كأن الشيطان شاف العمل، ابتدى يكبر العمل، خلصت لدية، وشاف انه الجارية خلصت، فبيعمل كل قوته علشان يوقف العمل ويظهر في الظاهر كأنه نجح. لكن إله كل نعمة يستخدم سجن الرسولين علشان خلاص واحد من أهم الناس في فيليبي، واحد من أقصى القلوب اللي تقابل معاها بولس. بخصوص روح العرافة عايز أقول حاجة، الناس لغاية النهاردة للأسف بتنخدع الكذبة الكبيرة أنهم فاكرين أن الشيطان يعرف المستقبل. الشيطان يعرف الماضي جيدا، وما فيش حد زيه، عنده أرشيف وعنده مصدر غني جدا من المعلومات في الماضي، وذاكرته قوية جدا زي الشيطان، ويعرف الحاضر كويس قوي، مذاكره كويس قوي، ويقدر يربط معلومات ببعض فتخدع الناس. العرافين دول شغالين، دول موظفين عند الشيطان. الشيطان يقول لهم على المعلومة هم يوصلوها، لكن لا يعرف المستقبل أبدا. مرة واحد قال العبارة دي، قال لو الشيطان عنده قلب، لو الشيطان ليه قلب زينا، كانت جات له سكتة قلبية من 6000 سنة. لأن كل خطة يمشي فيها أو كل مؤامرة بيدبرها في النهاية بتقول إلى مجد الرب، الرب بيحولها إلى مجده. أنا عايز أقول كمان كلام يعني مختلف شوية عن ده، إن أحيانا الإنسان يظن أن كل من يعرف ما لا يعرفه باقي البشر مصدره الله. هذا أيضا خدعة. يعني لو لقيت واحد مثلا قبل ما ادخل المكان يقول لي ادخل يا فلان ويسميني باسمي، ابهر واقول ده اكيد بتاع ربنا. لا، الشيطان بيعرف، هو مش عارف الشيطان انا مين، ومش عارف الدكتور مدحت. يعني لما يروح لواحد وبعدين يقول ادخل يا دكتور مدحت، طب ده يعني خلاص يبقى هو ربنا؟ طب ما هروح عرافة اهي، روح عرافة. فلا نخدع يا جماعة، لا نخدع، لان الشيطان مش عدو عبيط ولا سهل. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هاهنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام، أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا
لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة، فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. الأعداد اللي جاية فيها واحدة من رأي الشخص يعني من أروع معجزات أعمال الرسل، مش أعرج بيقوم ولا واحدة بتمسك بإيديها وتقوم من فراش الموت، لكن واحد مستعبد لإبليس بكل قساوة ومعنى الكلمة بيخلص خلاص رائع وعجيب. قصة خلاص سجان فيليبي. أخ أيمن، حدثنا عن الجزء الأخير من الأصحاح من عدد 25 لعدد 40. بس اسمح لي في البداية عايز أقول حاجة قبل ما يدخلوا السجن ويقابلوا السجان، أنه بولس وسيلة كانوا حاصلين على الجنسية الرومانية، لكن نلاحظ أنهم ما اعترضوش وقالوا الحق كان من حقهم أنهم يعترضوا ويقولوا إزاي تجلدوا شخص روماني. لكن نلاحظ في خدمة بولس أنه في مرات فيها بيطالب بالحق ده ويعفى من الألم وتستمر الخدمة، لكن في الموقف ده كأن الرب أقنعه لأنه شخص بيقتاد بالروح، لا ما تعترضش، ما تطالبش بحقك، أنا عايزك تدخل السجن، بخلاف اللي حصل في أعمال 22 لما طلب من أمير المعسكر وقال له إزاي تجلده شخص حصل على الجنسية الرومانية. لكن وصلوا للسجن وحصلت المعجزة الكبيرة والرب افتقد السجان، ودي ثالث شخصية بتشوف الرب بيفتقدها في مدينة فيليبي. زي ما النعمة افتقدت امرأة رقيقة متعبدة لله، ذات النعمة افتقدت رجلا رومانيا قاسيا وثنيا. النعمة ما فيش حاجة تبقى سهل عليها وحاجة صعبة عليها. نفس النعمة اللي خلصت ليدية وأهل بيتها برضو تخلص السجان وأهل بيته. العبارة دي ما تتكررش كتير وسط اليهود. المرة الوحيدة اللي نذكر فيها انه حد آمن هو بيته ابن خادم الملك في يوحنا 4:52، دي المرة الوحيدة. طب وآمن امتى؟ لما حصلت المعجزة. لكن بنشوف هنا الرب بيفتقد بيوت، ومش والبيوت دي مش بتيجي للرب لما بتحصل حاجة خارقة للطبيعة. ما كانوش محتاجين آيات ومعجزات عشان يخلصوا، لكن ببساطة أكبر معجزة هي اللي بتحصل لما يشوف واحد وثني قاسي بيتغير قدامهم ويعرف الرب. وده أظن اللي كان السبب إن البيوت بتعرف الرب بعد ما فرد من العيلة الرب بيتعامل معاه. لكن البداية برضو يعني ملفتة للنظر، يعني أول ما دخلوا السجن كانوا يصليان ويسبحان الله، حاجة عجيبة جدا. يعني يصليان دي ماشي مقبولة، مؤكد إن الناس بتصلي في التجارب والضيقات، وأكيد كانوا بيقولوا يا رب ادينا معونة وطاقة لاحتمال الألم. لكن أتصور أمر آخر، أن بولس وسيلة كانوا بيصلوا يقولوا يا رب حقق أصدق من إرساليتنا، أنت بعتنا عشان نخدمك في المدينة دي، وأنت ورتنا صورة راجل أو في الرؤية شفنا راجل، إحنا لغاية دلوقتي ما شفناش راجل بيقبلك في المدينة دي. لكن الأمر الثاني المشجع أنه كانوا بيسبحوا بيعظموا الرب، فرح في قلب التجربة. النتيجة إيه؟ الاستجابة تيجي زلزلة. ممكن واحد يزعم ويقول ده حاجة صدفة يعني، لكن صدفة ان الرب انه يحصل زلزال وما يهدش البيوت ما يهدش السجن، زلزال بس يفتح الابواب ويفك القيود. واضح ان ده عمل من الرب عشان يفتقد نفس السجان واهل بيته. عايز اعمل مقارنة ما بين الثلاثة اللي خلصوا هنا المذكورين. هو طبعا اكيد خلص كتير، لانه بعد كده بعد ما طلعوا من السجن يقول انهم دخلوا بيت ليدية وشجعوا الإخوة عزوهم. يبقى إذا كان في إخوة كثيرين في مدينة فيليبي، لكن المذكورين هنا ليدية ويبدو أنها ثرية لأن عندها بيت كبير يسع كنيسة تجتمع في البيت، ثم امرأة رقيقة الحال مسكينة لا تمتلك حتى نفسها لكن مواليها اللي بيمتلكوها، ورجل بين بين اللي هو الرجل العسكري. لكن الثلاثة نعمة ربنا وصلت، توصل للثرية الغنية التاجرة، وتوصل للغلبانة المسكينة، وتوصل للراجل الموظف اللي هو حافظ السجن. لكن اللي بيلفت نظري ان في الثلاث حالات نقرأ عن صلاة. فبالنسبة لحادثة ليديا
يقول اجتمعنا حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء. بالنسبة للجارية وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة. وبالنسبة لحافظ السجن كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. دايما الصلاة يسبق الخلاص. عايزين ناس تخلص يبقى لابد من الصلاة. فالناس بتخلص مش بس بالكلمة اللي بنكلمها نيابة عن الله، لكن بالصلاة اللي بنصليها لله. أنا كمان بيلفت نظري نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. حقيقة إنهم كانوا في تجربة مش صغيرة. يعني ممكن العقل البشري يقعد يفكر طب يا رب إحنا جايين، وإحنا جايين بناء على رؤية، وكانت رؤية واضحة، وأكيد إنه يعني كان المفروض الأمور تبقاش كده. إحنا دلوقتي في السجن وفي السجن الداخلي، وبعد ما وضعت علينا ضربات كتيرة، حاجات كلها تجيب الإحباط. لكن الإيمان والاختبارات هم دول اللي يقدروا يدوا المؤمن فرح في وقت الضيق. مش سهل، مش سهل إنهم يصليان ويسبحان الله زي ما سمعنا. مش سهل إن الإنسان يقعد في وسط الضلمة عكس المنطق ويقدر يرفع قلبه بالتسبيح، إلا لو كان فعلا شخص حاطط الإيمان قدام عينيه وحاطط وعود الرب قدام عينيه وبيسترجع كل اختباراته مع الرب. الرب كليه القدرة، كليه السلطان، اللي ما بتخرجش حاجة من بين إيديه، واللي يعرف يطلع من سجنهم خير وكرازة عظيمة في المدينة دي زي ما قصد من دعوته ليهم. الآية المهمة قوي اللي في جدف عدد 30 وعدد 31، حافظ السجن لما ظن ان الجميع المساجين هربوا وعرف ان القانون الروماني ستعطى نفسه مكان انفسهم زي ما حصل مع بطرس، كل الحراس اتقتلوا، فقال لك بدل ما يقتلوني انا بكرة اعملها بيدك واقتل روحك وارتاح، ما انت مقتول مقتول اقتل روحك. قال له بولس لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لان جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع وخر لهما وقال، السؤال بقى الرائع، يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ دي الآية 30، الرد رائع 31، فقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. تخيلت منذ مدة لو سألنا هذا السؤال عينه إلى بعض رجال الدين الموجودين اليوم، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ماذا سيكون الرد؟ هتلاقي ردود عجب، وكل واحد يحكي لك مطلوب منك مشوار طويل، قائمة طويلة اعمل، وبعدين يعني بعد ما عملها ديت اضمن ان خلص؟ يقول لك يا عم ما فيش حد يضمن، انت تعمل ديت وربنا بقى رحمته كبيرة، يعني ما فيش ضمان، ما فيش. ده رد الناس رجال الدين. ماذا هو رد الرسول بولس وسيلة؟ قالوا ايه؟ قالوا لا الموضوع طويل، ده انت مشكلتك مشكلة وما نقدرش نقولها لك في كلمة واحدة. لا، قال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، الفاء هنا مباشرة فورا، فتخلص أنت وأهل بيتك. أنا مرة لخصت القصة بتاعته في ثلاث كلمات، أنه اضطرب واقترب فطلب. يعني هو اضطرب، هو فعلا انزعج، يعني المشكلة كبيرة بالنسبة له، كابوس كبير، يعني مش بس حاجة بيخسرها، لكن ده مهدد كمان انه يخسر الأبدية كلها. ما كانش بيسأل عن خلاص من الأزمة او المشكلة، لكن مؤكد انه خايف من الدينونة الأبدية. والمقابل رد فعل بولس كان يتناسب مع خطورة الموضوع. بولس نادى بصوت عظيم لا تفعل بنفسك شيئا رديا. الكارز الأمين يدرك خطورة ان شخص ممكن يقضي على حياته ويفوت الفرصة، يمد يده إلى المنقذين إلى الموت. لكن حاجة تانية الراجل عمل إيه؟ أنه اقترب. حلوة كلمة طلب ضوءا، طلب ضوءا. يا ما في ناس منزعجين مضطربين، مش عارفين بكرة هيحصل إيه، خايفين من الموت، خايفين من الأبدية، بس حلو النوع اللي بيطلب ضوءا، يلتمس نور، يطلب الرب ويقول له يا رب افتح عيني، افتح بصيرتي، أنا عايز أعرف الحق. لكن مش يقعد بعيد، خد الخطوة اللي جاية، قرب. يقول الكتاب واندفع إلى داخل. لو في صوت أو مصدر شايف أن الرب بيهيئه ليه أن يكون ده مصدر يعرف منه رسالة الخلاص، ما يقعدش بعيد لكن يقترب. الحاجة الخطوة الثالثة أنه طلب،
طلب، أعمل إيه عشان أخلص؟ الخطوات دي اللي بياخدها الشخص اللي شاعر بتعاسته وخطورة الموقف وعنده إخلاص إنه يعرف الحقيقة، أكيد الرب بيهيئ له طريق الخلاص. في سؤال اتسأل زي السؤال ده بس الإجابة كانت مختلفة تماما، وبكل أسف اتسأل للمسيح ماذا نصنع حتى نعمل أعمال الله في يوحنا 6؟ الإجابة الرب قال هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله، آخر الأصحاح سابوه مش يعني طلب لكنه ابتعد ما اقتربش. لكن دول الرجل ده ماذا ينبغي أن أفعل لك أخلص؟ آمن. إذ كان قد آمن بالاعتمد في الحال هو والذين له أجمعون، وإذ كان قد آمن بالله، يعني لما عرف أن طريق الخلاص هو الإيمان بس آمن بالمسيح فورا. وآمن هو أهل بيته مش معناها أن هم على خلاصه هو، لكن ده حاجة شخصية. كأن إيمانه هيئ الطريق للأسرة أنها تعرف الرب. بالزبط. كمان جميل أن احنا نقرأ أنه تهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله. الإيمان الحقيقي والعلاقة الشخصية مع الله لازم تسبب فرح، لازم يكون نتيجتها فرح. قد إيه اختبار رائع بدعو كل إنسان يتمتع به، أنه يؤمن بالإله الحي الحقيقي من خلال الرب يسوع المسيح، حيتهلل وفعلا حيدوق معنى وطعم الفرح الحقيقي. أشكركم على وجودكم معنا. عزيزي المشاهد، الحلقة اللي جاية حنشوف الذين فتنوا المسكونة، وحنشوف عادة الشرفاء والإله المجهول، كل ده في أصحاح 17. إلى أن نلتقي في الحلقة اللي جاية، بستودعك لنعمة الرب والرب معك.